جيتار امب وافكتس مجانا. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم حلقة جديدة من حلقاتنا تعليم الجيتار وهندسة الصوت. النهاردة هنقدم حاجة جديدة للناس اللي بيعزفوا جيتار إلكتريك أو أكوستيك أو كلاسيك. لو أنت عندك وصلة تقدر توصل بيها الجيتار أو مايك عملته للجيتار بحيث أنك أنت تقدر تدخله على الكمبيوتر على الأوديو انترفيس عن طريق أوديو انترفيس. احنا شرحنا في حلقة قبل كده عن الأوديو انترفيس وأنواعه وإن دوت مهم جدا إن أنا أدخل بيه أي صوت سواء بشري أو أي آلة إن أنا أعمله ديجيتال على الكمبيوتر. الأمبليفارات والتأثيرات الصوتية اللي احنا هنقولها النهاردة ديت بتيجي عن طريق برنامج اسمه جيتار ريج 5. البرنامج دوت مشهور جدا وناس كتيرة بتستعمله وممكن كمان ناس تعمل ابجريد وتشتري النسخة البروفيشنال بتاعته اللي هتلاقي فيها افكتات كتيرة وهتلاقي فيها انواع امبليفايرات كتيرة. الناس اللي عاوزة تعزف الامبات اللي جاية معاها ببلاش في النسخة المجانية اللي انا هحط اللينك بتاعها تحت مع الوصف بتاع الفيديو وقناتنا على الساوند كلاود وعلى الفيسبوك هتلاقي تحته اللينك بتاع البرنامج دوت عشان تقدر تحمله. بتحمله وبتعمل له سيت اب على الكمبيوتر بتاعك او انك انت تركبه على الكمبيوتر بتاعك وبعد كده بتختار مدخل الصوت بتاعك. مدخل الصوت بتاعك يكون الاوديو انترفيس اللي انت مركبه وهنشوف كل دوت عملي دلوقتي. بعد كده بتاخد الجيتار بتاعك وتوصله بالكمبيوتر والبرنامج دوت بيشغل الامبليفايرات وبيشغل الافكتات اللي موجودة معاه وهنعمل دلوقتي تجربة عملية. بفتح البرنامج بتاعي الاقي جيتار ريج 5 ده في نسخة مجانية. النسخة المجانية ديت بينزل معاها بعض الامبليفيرات وبعض الاجهزة المجانية. احنا هنشوف كل حاجة دلوقتي كأننا بنبدأ من اول وجديد. انا هرجع ديت مكانها كده وهرجع ده مكانه كده. رجعت كل حاجة مكانها دلوقتي وكأنك فتحت البرنامج دلوقتي بالظبط من اول وجديد. هتلاقي جيتار ريج، هتلاقي البريسيتس ده عنده حاجات مظبوطه اوريدي موجوده هناك فيه، بس انا هاخد على حاجه هبدا من اول وجديد. بيجي عندك على الكومبوننتس بتاعتك او المكونات بتاعتك الحاجات اللي انت شايفينها دي، كل قائمه من دول تحتها افكتات وامبليفايرات. اول حاجه هعملها ان انا هخش على فايل واخش على اوديو اند ميدي سيتنجز. لازم اظبط الاوديو والميدي سيتنجز بتاعي. انا اخترت السكارلت 2 ان 2 اوت بتاعي هنا بس انا بحطه عندي في حاجه اسمها ميوزيكال، دي انا حاطط تحتها كل الاوديو انترفيسز اللي انا بشتغل بيها. فانا هشتغل بالاوديو انترفيس بتاعي، انت هتختار الاوديو انترفيس اللي انت هتشتريه اللي انت عاوزه اللي انت بتشتغل بيه اساسا. ماشي يا سيدي. اول حاجه انا هختار الامبليفايرز بتاعتي. طبعا انا جايب النسخه المجانيه عندي امب واحد وده كفايه عندي ان انا هشتغل بالامبليفاير دوت. فانا هشتغل بالامبليفاير ده. بيجي معاه الكابينت بتاعته نازل اهو، معاه كابينت فيها سماعتين ستيريو ما شاء الله حاجه جميله يعني. انا وصلت الجيتار بتاعي بالمدخل نمره واحد في السكارلت او اللي هو الكارت الصوت بتاعي او الاوديو انترفيس بتاعي. بمجرد ما انا ظبطت الظبطه ديت واجي اعزف هلاقي عندي صوت في الان وصوت في الاوت. ابتدي انا اتحكم في الليفل بتاع الصوت بتاعي في الان والاوت عن طريق مفتاح موجود هنا اهوت، اقدر اتحكم فيه ان واوت زي ما انا عاوز، واخد بالك. وطبعا عندك هنا التحكمات بتاعه الامبليفاير بالظبط، عندك الماستر بتاعك وعندك البري امب بتاعك وعندك الايكولايزر، عندك التريبل والميد والبيز تقدر تعلي فيهم زي ما انت عايز وتقدر تتحكم في ان الايكولايزر يبقى موجود بقوه في العزف بتاعك. ده صوت فيه ديستورشن شويه او بيسموه كرانش يعني. لو انا جبته على اللو اللي هو الاوطى شوية بيبقى الصوت انقى. وهقول لكم هستعمله في ايه دلوقتي الانقى، بان انا اعمل لو وهاي. ممكن بقى بالافكت بتاعتي ديت انا هحتاج مثلا انا عايز افكت ديستورشن. الافكت الديستورشن بتاعي خلي بالك لازم اشغله قبل الامبليفاير بتاعي. ليه؟ انا مش عايز كل الصوت اللي طالع يبقى ديستورتد، حتى كمان اللي انا هعمله ريفيرب او حاجه. فانا
هخلص ان انا احط الامبليفاير بتاعي قبل، احط الديستورشن بتاعي قبل الامبليفاير. فخلي بالك قبل، يعني انا بدخل وبحطه قبله كده فيخش بعده على الامبليفاير ده. هو مظبوط كده بالظبط، بتاعته الدرايف بتاعه على مثلا الساعة كده حوالي 7 تقريبا، وهنا الفوليوم بتاعه مثلا على 3 4. نسمع كده ونجرب. اعلي كمان شويه الفوليوم لحد مثلا ده، هيبقى السولو بتاعي بيبقى بالدوت. طب انا عايز احط كمان مثلا ريفيرب، فين الريفيرب؟ ادي الريفيرب عندي، هلاقي وحده ريفيرب موجوده اهيت، ممكن احط وحده الريفيرب ديت بعد الديستورشن. انا عملت الريفيرب ده بتاعي، نسمع كده. دراي والويت يعني دوت الصوت يبقى جاف، وويت يعني الصوت عليه الافكت بتاعي. في كمان بيجي مع الجهاز دوت مترونوم. انا لو عملت المفتاح الاصفر دوت وشلت المترونوم، سامع الصوت بتاعي؟ فممكن اعزف ايقاع معاه. وبيجي معاه جهاز تسجيل، يعني ديك بتاع تسجيل كده، بحيث ان انا اقدر اسجل اللي انا بسمعه دوت علشان اعمل عليه اعزف عليه مثلا. فانا هطفي الديستورشن مثلا، اطفي الديستورشن من هنا، بقى الصوت نقي، وهسجل ايقاع. مجرد ما ادوس بلاي هنا هيسجل كانه تسجيل في البيت بالظبط. هعد بقى العد معايا 1 2 3 4 نسمع بقى اللي احنا عملناه ده من الاول، وهشغل الديستورشن. فبكده ان ممكن اعمل له لوب كمان، ان انا يفضل يكرر الحاجه اللي انا بعزفها ديت، بحيث ان انا ابدا ان انا اعزف مع عزف انا سجلته قبل كده. ممكن اطفي المترونوم بنعمله ميوت،
واخد بالك، وانا بتحكم هنا في المترونوم في السرعه بتاعتي بان انا بضرب الدقات ديت على التاب ديت، او اختار الرقم بنفسي اللي انا عاوز اعزف 74 75 زي ما انا عايز. بختار كمان العد بتاعي 4 من 4 3 من 4، والمترونوم بيشغل لي الجهاز بتاعي بتاع التسجيل دوت، ان انا بعزف التسجيل اللي انا عزفته دوت، والمترونوم بيعد معاه، وان انا اقدر بعد كده اعزف مع وان انا اقدر بعد كده اعزف مع العزف بتاعي. بالاضافه ان انا عندي كل الحاجات ديت موجوده هنا، ايكولايزر مثلا ممكن اعمل ايكولايزر هنا احطه قبل الامب على طول مثلا، واقدر اتحكم في الايكولايزر بتاعي شكله ايه مثلا اللي انا عاوزه بالنسبه للصوت بتاعي، اقلل الميد بتاعي، اعلي الحته العاليه بتاعتي، واعمل مثلا اللو بتاعي بقى اقل شويه مثلا، وابتدي اعزف مع الكلام ده. ممكن اختار حتى كمان المايك بتاعي على انهي ناحية، ممكن اختار كمان ممكن اختار من الموديوليشن الفلانجر مثلا، ممكن اعمل سبيد عالية بتاعته، الانتنسيتي بتاعته عالية شوية، كده بقى عندي جيتار افكت شغال عندي على الكمبيوتر، بقدر استعمله واعمل بيه اللي انا عاوزه، واسجل بيه حتى كمان على برامج التسجيل بتاعه الكمبيوتر زي البرنامج المجاني اللي احنا حملناه المره اللي فاتت، اطلع الصوت منه اسجله على البرنامج تاني، واقدر اعمل بيه اللي انا عاوزه. بقى عندي كده استوديو متكامل، اعتقد ما عندناش حجه دلوقتي، كل الناس عندها افكتات، وكل ناس عندها البرنامج المجاني بتاع التسجيل وبتاع، خلاص يعني ابتدي بقى انت ذاكر، وابتدي شوف الطريقة اللي هتنفعك او الاسلوب اللي انت تقدر تذاكر بيه وتتقدم مستواك سواء في الجيتار او في اي آلة تانية. واشوفك الحلقة الجاية.